لم يمر أسبوع على محاولة اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمد حمدان حتى بانت خيوط العملية كلها لدى شعبة المعلومات، وكشفت مجموعة الاغتيال المرتبطة بالعدو الإسرائيلي وعلى رأسها تاجر متنقل بين لبنان وهولندا يبلغ من العمر 38 عاماً. بحسب صحيفة الأخبار، وصل المشتبه فيه أحمد بيتي إلى لبنان في 9 من كانون الثاني عبر مطار بيروت. استأجر شقة لمدة أسبوع في منطقة الواجهة البحرية للعاصمة عبر الإنترنت. زار عائلته في طرابلس يوم وصوله، ثم عاد إلى بيروت. انتقل إلى صيدا غير مرة على رأس مجموعة تنفيذية تولت مراقبة منزل حمدان. وفي 14 من كانون الثاني تولى أحدهم زرع العبوة الناسفة أسفل سيارة حمدان في قرابة 3:30 فجرا. خيوط التحقيقات كلها دفعت إلى تنفيذ عمليات دهم في منطقة الواجهة البحرية لبيروت وفي مدينة طرابلس حيث منزل العائلة الذي ختم بالشمع الأحمر، فيما جرى تداول بيان باسم آل بيتي يستنكر أي عمل إرهابي في لبنان ويعلن تبرؤ العائلة من المشتبه فيه، وقد هنأ البيان القوى الأمنية بهذا الإنجاز. جارنا بس بيطلع وبينزل، أكتر من هيك لا، ما عندي شيء. تعرف شي محمد بيتية؟ ما أعرف. شو بتعرف عنه؟ ما أعرف جوري، فما سقط الرأس المدبر أمنيا، لكنه كان أسرع من سير التحقيقات التي قادت شعبة المعلومات إلى مطار بيروت، فتبين أنه غادر لبنان ليلة الأحد إلى أمستردام. طبعا الإنجاز بيكون أفضل لو تم توقيفه. بس ما ننسى نحن بلد إمكانياته متواضعة، إدارة التحقيق فيه لا يزال بدها تطوير. إضافة لهذا الشيء أنه اللي عم بتواجهه هو استخبارات الإسرائيلية اللي هي واحدة من أنجح الأجهزة الأمنية بالعالم، وعندها إمكانيات هائلة، عندها تطور تقني كتير كبير، عندها أراضي غير معادية بتشمل غالبية دول العالم، وعندها أجهزة صديقة بتساعدها بكل بغالبية دول العالم. وبالتالي مجرد كشف طريقة تنفيذهم للعملية، مجرد كشف المجموعة، فهذا يعد إنجاز. بحسب معلومات الجديد، فقد ضبطت سيارتان في بيروت استخدمتها المجموعة، إلا أن التطور الأبرز في القضية كان توقيف السلطات التركية متهما ثانيا، ومن المرجح أن يسلم إلى لبنان بناء على جهود الرئيس سعد الحريري مع الجانب التركي. نعيم برجاوي، قناة الجديد.